السلام عليكم أعزائي الطلبة. راح ناخذ الجزء الثاني من المحاضرة الثانية، هو عبارة عن example لتطبيق ميكانيكية الثانية اللي هي diffusion of species A through non-diffusing species B. أعزائي الطلبة، الexample موجود هو هنا قدامنا، هو عبارة عن water in the bottom of a narrow metal tube، عبارة عن tube موجود عندنا. هذا التيوب من المعدن يحتوي في أسفل، هذا التيوب يحتوي على ماء، يحتوي على ماء موجود هذا هنا. هذا الماء معرض إلى شنو؟ معرض إلى هواء من الأعلى، معرض إلى هواء من الأعلى، هذا الأير يتعرض إلى هواء جاف بدرجة حرارة، هذا الهواء 293 كلفن وضغط 1.0132 في 10^5. أما الماء الموجود هنا هو عبارة عن بدرجة حرارة أيضا 293 كلفن، هذا الماء الموجود هنا يتعرض إلى الهواء. خلال عملية تعرض الماء إلى الهواء راح يبدي يتبخر وينتشر خلال الهواء، يبدي يصعد إلى الأعلى، يتبخر ويبدي يصعد إلى الأعلى ويصير ويا الهواء ويجري وينتشر. The diffusion path 0.15 متر long. إحنا أقصد بيها طلاب، أقصد بي اللي هو طول الانتشار، أقصد بي شنو قلنا؟ طول الانتشار. طول الانتشار اللي هو هذا، من سطح السائل إلى أعلى التيوب، هذا قيمته 0.15 متر، 0.15 متر. عندكم هنا مطينة أو طالب من عندنا بالسؤال حساب calculate the rate of evaporate. The rate of evaporation at a steady state in kilomole per meter تربيع per second. إذا طالب من عندنا من يقصد the rate of evaporation، أقصد به هو الflux. فأكو هو نفس المصطلح، يقول لكم الطلاب flux، يقول لكم rate of evaporation، rate of transfer، هذا كل نفس الشيء يدخل ضمن مصطلح معدل انتقال عدد مولات المادة المنتشرة اللي هي رمزها capital NA، رمزها هو شنو؟ capital NA، هذا كله يظهر ضمن يدخل ضمن مصطلح rate of evaporation، flux، rate of transfer، كل هذا هو نفس الشيء. مطينا ايضا بالسؤال قيمة الـ DAP 0.25 في 10^4 متر تربيع per second، مطينا الووتر فيبر بريشر اللي هو البارشل بريشر مع المادة A at 20 سنتيغريد 17.54 مليمتر زئبق. نلاحظ هنا طلاب، نلاحظ الشغلات المطينة إياها مفقودة حسب المعطيات اللي موجودة بالميكانيكية الأولى، بأنه أنا أحتاج اللي هو الـ PA1 والPA2. حتى بالميكانيكية الثانية اللي هسه احنا بنشرحها احتاج قيمة الPA1 وقيمة الPA2. زين هسه تقولون عند هاي الP المطينة اياها Water Vapor Pressure عند العشرين سنتيغريد اللي قيمتها 17.54 مليمتر زئبق، هاي يا P من عندهم؟ هسه حقولكم يا P، هاي الP المطينة اياها هي قيمة الPA1، قيمة شنو؟ الـ PA1. زين وين الـ PA2 ما مطينا إياها؟ هسه راح أقول لكم السبب، يعني من أشرح راح أقول السبب ليش ما مطينا الـ PA2. أوكي؟ بما أنه سجلوا هاي الملاحظات وانتبهوا عليها زين، بما أنه قلنا بأنه التيوب الموجود هنا اللي يحتوي على ووتر، هذا الووتر شبيه وقلنا هو معرض المن للهواء ودا يتبخر
معرض للجو يبدي يتبخر. الـ PA1 هو هذا، الـ PA1 اللي هو هذا. الـ PA2 وين موجود؟ أعلى التيوب اللي مفروض هنا PA2، هذا أعلى التيوب هو معرض المن للجو. فالـ PA2 ما طول عدي النظام مفتوح معرض إلى الجو، فقيمة الـ PA2 دائما تكون قيمتها يعتبروها صفر. قيمة الـ PA2 الـ Partial Pressure للمادة A اللي هي دا تنتشر إذا كانت معرضة للجو فمعناتها قيمتها شنو؟ صفر PA2. والـ PA1 اللي موجودة على سطح عمود السائل اللي هو الووتر قيمتها مطينا إياها 14.54. طالب إن عندنا بالسؤال قيمة الـ Rate of Evaporation اللي هو الـ NA. الـ NA هذا هو قانونه، الـ NA هذا هو قانونه مطينا إياه. زين، الـ NA هو عبارة DAP Total Pressure على الـ RT على Z مضروب في PA1 ناقص PA2 على Log Mean Partial Pressure اللي هي PBM. المعطيات السؤال أنا شو أحتاج؟ أحتاج قيمة الـ DAP، مطيني قيمة الـ DAP. محتاج الـ Total Pressure، مطيني قيمة الـ Total Pressure. محتاج الـ Temperature، مطيني إياه. الـ R الـ Constant المفروض أنا حافظهن حسب قيمة وحدات السؤال. الـ Z مالتي اللي هو الـ Bath Long اللي هو قيمته 0.15 متر، مطيني إياه. يحتاج قيمة الـ PA1 أيضا مطينية. الـ PA2 استنتجته من السؤال لأنه هو السيستم مفتوح للجو واعتبرت قيمة الـ PA2 صفر، وبالتالي معناتها موجود. الشيء ما موجود فقط هو الـ Log Mean Partial Pressure اللي هو الـ PBM. والـ PBM مثل ما قلنا طلاب، الـ PBM هو شنو؟ هو related مرتبط ويا من؟ ويا البارشل بريجر للمادة الثانية اللي هي غير منتشرة اللي أنا عندي هي شنو؟ الاير. فالـ PBM اللي هنا هذا هو الـ PBM، هذا هو علاقته ويا من؟ ويا البارشل بريجر للمادة P. الـ PBM شلون أوجده؟ الـ PBM أوجده عادة APB سواء كان PBM PA1 PB1 او PB2 هو عبارة عن total pressure ناقصا من و PA ناقصا PA. لو كان اريد اوجد PB1 معناته PA شي حيكون 1، لو كان اريد اوجد PB2 PB2 ما حيكون PBA 2. عن طريق المعطيات الـ P total انا عندي والـ PA1 عندي راح أوجد الـ PB1، الـ PA2 عندي راح أوجد الـ PB2. أوكي، وأطبق القانون السابق للـ PBM اللي هو شي يقول الـ PBM. الـ PBM شي يقول؟ إذا تتذكروا يقول الـ PB2 ناقصاً الـ PB1 لين الـ PB2 على الـ PB1. هذا قانون الـ PBM. تقدرون هذا عن طريق هذا القانون نوجد قيمة الـ PBM. ولكن في هذا السؤال الملاحظة الثانية والمهمة شي يقول؟ في حالة إذا كانت قيمة الـ PB1، في حالة إذا كانت قيمة الـ PB1 مشابهة تقريبا لقيمة الـ PB2 ماكو داعي أطبق هذا القانون، ماكو داعي أطبق هذا القانون. لعد شلون أوجد قيمة الـ PBM؟ أوجد قيمة الـ PBM عن طريق الـ Average حاصل جمع الـ PB1 زائدا الـ PB2 على 2 اللي هو موجود هنا. هذا قدامكم هذا القانون اللي هو PBM يساوي الـ PB1 زائدا الـ PB2 على 2.
ماكو ضير بأنه تستخدمون مثل ما موجود بالسؤال أو تستخدمون هذا القانون، أي واحد تستخدموه ماكو مشكلة، بس هو لتسهيل الحل إذا كان قيمة البي بي واحد تقريبا قيمة مساوية للبي بي اثنين ناخذ حاصل جمعهم تقسيم اثنين يعني معدل. أوكي أستاذ تقولون إيش قد تقريبا متقارب؟ إيش قد تقريبا متقارب؟ لاحظوا نتفق على بأنه القيم المتقاربة بين البي بي واحد والبي بي اثنين إيش قد تكون متقاربة؟ تقول لنفرض بأنه تكون قيمتها ما تزداد عن الفرق بيناتهم 0.03، لنفرض بأنه ما يزداد الفرق عن 0.03، إذا أقل من قيمة 0.03 بين البي بي واحد والبي بي اثنين ذاك الوقت أستخدم المعدل، إذا كان الفرق أكثر أستخدم القانون لحساب قيمة البي بي ام المتعارف عليه اللي هو بي بي 2 ناقص بي بي 1 على لين بي بي 2 على بي بي 1. أوكي فهسه حددنا قيمة الفرق بين البي بي 1 والبي بي 2 على مود أقدر أستخدم ياهم من عندهم. وبكل الأحوال طلاب، وبكل الأحوال أي قانون تستخدموه، أي قانون تستخدموه حتى إذا صار عندكم فشك بالموضوع على يا قانون تستخدموه، أرجعوا استخدموا القانون الأساسي للبي بي ام اللي هو أبو لين. ورغم وجدنا قيمة البي بي ام يكون كل المعلومات توفرت عندي لحساب قيمة الفلاكس اللي هو قيمة الان اي اللي هو ريت اوف ترانسفير او ريت اوف ايفابوريشن، فاللي هو هذا فأطبق المعطيات كلها أطبقها وجدت قيمة الان اي اللي هو طالبها عندي بالسؤال. ودائما لاحظوا الوحدات مال الـ NA هي عبارة عن كيلومول على متر تربيع في سكند، كيلومول على متر تربيع في سكند هي وحدات الفلكس أو الريت أوف إيفابوريشن أو الريت أوف ترانسفير فور غازز. أوكي طلاب هذا بالنسبة أول إكزامبل أخذناه يطبق الميكانيكية الثانية لعملية انتشار فور غازز، احتوت على ملاحظتين مهمة في عملية تطبيق هاي المعادلة. أرجو أن تكونوا قد استفدتوا من المعلومات ضمن هذا السؤال، وشكرا جزيلا لكم.